بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج وأيامكم سعيدة بحلول عيد الغدير الأغر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون دائما وأبدا نحن وإياكم من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام حتى نلقاه عند حوض الكوثر. كما يقول السيد الشيرازي رحمة الله عليه: من جملة أسباب قضاء الحوائج هذا الدعاء الذي يدل على عجز الإنسان وسكونه وتضرعه لله سبحانه، وإذا قرأه 72 مرة الله سبحانه وتعالى يستجيب له وهو مجرب. الدعاء ما هو؟ تقول 72 مرة في مكان لوحدك دون أن يقاطعك أحد بتوجه القلب، أي بمعنى بالبكاء: بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي أنا عاجز في كل شيء وأنت القادر على كل شيء، ارحم عني واقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا يبدأ الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد، ويختم الدعاء بالصلاة على محمد وآل محمد. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولا أيام لمحمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.